بسم الله الرحمن الرحيم. رمزي نصري، أصيل ولاية القصرين، معتمدية حي الزهور. وأنتم تعرفوا ماذا تعني معتمدية حي الزهور في القصرين، متحصل على الأستاذية في الرياضيات منذ 2008. عندي ثلاثة أخوة أخرين، زوز الأولاد متحصلين هم أيضا على الأستاذية في الرياضيات، وأختي متحصلة على الإجازة التطبيقية في الكونتابيليتي. لحد هذه الساعة ما خدمش منا حتى واحد من العيال. بابا عمره 78 سنة، يتحصل على جراية قدرها 100,000. كان قبل يخدم بني يصب على روحه فك الشركات 100,000. عندي زوز بنات في الدار مازالوا عازبين، معازبات ما همش متزوجين، ثانا في كفالتنا. هل أن 100,000 قادرة باش تعيش عائلة 8 أو 9 أشخاص؟ أمي كان حلمها أن هي تشوف واحد من أولادها يخدم، تفرح بواحد من أولادها. الفارقة الحياة في الصيف الفارطة وما ثم حد شيء. ماتت غصرة، ماتت العمار بدين الله صحيح، أما ماتت وهي ماهيش مطمنة على حتى واحد فينا. قابلنا سي خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية وعطانا وقت كبير وسمعنا بالباهي بالباهي. 15 ثانية هو واقف على كهربته، 15 ثانية سد علينا كلمة، هذه وزارة غير معنية بالتشغيل. سكر كهربته ومشى على روحه، وكل صبح يجي يشوفنا كانوا شاف ما نعرفش قطوط على الـ على, الـ على الاسوار نتاع الوزاره نتاعو، ويخرجوا في الاعلام ويحكوا على الديمقراطيه ويحكوا على الحريات ويحكوا على حقوق الانسان. فين حقوق الانسان؟ 5 أيام وما زلنا مواصلين في البرد والمطر تصب علينا، هل هذه هي الحريات؟ خرجنا النظام السابق على التشغيل، يجي تو يحكي لي على اللايكيين ويحكي لي على السلفيين ويحكي لي، والاعلام الكل موجه للحكايات هذه، والسبب الرئيسي هو الفقر والحرمان والتنميه هي الشغل، ما عادش موجود. طارق مصري من اصحاب الشهاده العليا، تقني سامي صناعات غذائيه 2007. اقل واحد فينا هوكينا من المجموعه هذه عنده 6 سنين بطال، ومتخرجين كلنا، وفينا حتى اللي عنده 4 و3 متخرجين، ما فهمش حتى واحد يخدم. وفينا حتى القيام بإضراب جوع قبل الثورة، 3 شهور قبل الثورة، وما تحقق منها حتى شيء. معناها مطلبنا وقتها معناها ما وصلش، ولحد الآن معناها زدنا هاو إذا اعتصام جوع، هذا اعتصام قمنا به وما نزيد، ولا كان ما تسويتش وضعيتنا، بس نوصل حتى الإضراب جوع معناها. وإن شاء الله معناها تحقق معناها ما طلبنا، معناها ما طلبنا واضحة وشرعية هو التشغيل. ولا معناها معناها نشتغلوا ولا تحت اسوار هذه الوزاره. الازهر القاسومي، اصيل ولايه القصرين، تحصل على شهاده دراسات تكنولوجيه في الهندسه المعدات الفلاحيه، خرج 31 جانفي 2007. اليوم عندنا 6 سنين أو 7 سنين حصل على الشهاده هذه. حصلت على الشهاده الاجازه التطبيقيه في الهندسه الميكانيكيه 2012. حسب ما شفنا في ما بعد الثورة، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يعني نفس الحالة، يعني حالة مستقرة أو لربما رجعنا تالي شوي. صحيح خذينا الحرية، أما ما خذينا حد شيء، ما بعدها ما خذينا حد شيء. خذينا باش نطالبوا، نحن ما طلبنا سلم أو الحاجة، ما طلبنا شغل تشغيل، ما جيناش حتى مسؤول من الحكومة أو باش يسمعنا، باش يشوفنا، يشوف طلباتنا. قداش ليكم معتصمين هون؟ معتصمين هذا اليوم النهار الخامس، لا من جانا لا من طلع علينا. مشكور الإعلام كجمعية نواة، جتنا الأول إعلام اللي يجي جمعية نواة، نشكروها. عادل نصر، شهادة الماجستير المهني الكتروميكانيك، سبيسياليتي صيانة المنظمات الصناعية 2012، شهادة الإجازة التطبيقية في الصيانة الصناعية 2006، بطال منذ 7 سنوات، حالة اجتماعية، شهادة بيضاء،
دقين الابواب الكل ما تم هاد الشيء. اصيل القصرين انت خويا؟ اصيل ولايه القصرين. جينا هنا بقينا تمشي مع مطلب تاعنا مطلب شرعي شغل وكذا. امين بعد الثوره اللي ترفع فيها شعار شغل الحريه كرامه وطنيه، شنو هو حسب رايك تحقق من شغل ومن حريه ومن كرامه وطنيه؟ بالنسبه لنا احنا ما تحققش شيء لشغل الحريه. الحريه انا مش تعمل لي حد شيء. الحريه انا مش لا باش تكلمني كسر لا باش تكلمني خلص. الحريه كيف مسكين اليوم هسه بشغل هكا وما حد حد اي شيء. الشغل معناه هو طريقه لتحقيق الكرامه. الشغل هو طريقه بالطبع باش تحقق الكرامه الشخصيه وباش تحقق حياتك وباش تحقق كل شيء هذا. شكرا.